كل ما تريد معرفته عن COP 26. تستضيفه مدينة غلاسكو في اسكتلندا، أهم حدث مناخي بعد اتفاق باريس 2015. ماذا يعني مصطلح COP؟ ظهر لأول مرة عام 1992، يعني مؤتمر الأطراف المعنيين بمواجهة تغير المناخ، مسؤول عن مراقبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ. يضم اليوم نحو 197 دولة. ما أهمية مؤتمرات COP؟ المناخ التحدي الأكبر للأجيال القادمة. المؤتمرات توجد طرقاً لتوليد طاقة أكثر نظافة، تستهدف خفض ارتفاع الحرارة إلى درجة ونصف الدرجة بحلول عام 2100.